شحات قرآن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب.